بالرغم من أن سوء التغذية والفقر كانا حاضرين في أفغانستان سابقاً، إلا أن الوضع بات يتوجه نحو الأسوأ منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم، حيث امتلأت المستشفيات بحالات سوء التغذية للأطفال لعدم حصولهم على غذاء كاف. منذ آب أغسطس 2021 وعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر آخذ بالازدياد، إذ أن الفقر وصل إلى مستويات جعلت الكثير من الأسر الأفغانية عاجزة عن تأمين الغذاء لأطفالها. إنها حقيقة، البؤس والفقر يتزايدان في بلدنا يوما بعد يوم. كلما ارتفعت معدلات الفقر زاد عدد حالات سوء التغذية. ومن المتوقع أن يعاني 1,100,000 طفل أفغاني دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في عام 2022 بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، كما وأكد تقرير للمنظمة أن الأوضاع الإنسانية تدهورت بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم. نحن مستاؤون للغاية، نشعر بالاكتئاب، أنا ووالده وأخواته. نشعر جميعا بالحزن الشديد، حتى أن زوجي قال إنه يريد الذهاب إلى إيران للبحث عن عمل، لأنه يشعر بالخجل كونه لا يستطيع شراء الأدوية أو الحليب له. قال لنا ابني يحتضر أمام عيني، لكنني لست قادرا على فعل أي شيء. هذا وقد أظهر تحليل جديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن حوالي 19,700,000 شخص يمثلون ما يقرب من نصف سكان أفغانستان يعانون من الجوع الحاد.